بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات، صف ثاني عشر، أدبي، المادة جغرافيا. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه، مستخدما للتكنولوجيا الحديثة. القيمة التربوية: قيمة الشهر المشاركة، القيمة الأسبوعية، الهوية الوطنية، نهج الألالي، تراثنا، فخر لنا. لدي مراجعة الدرس السابق. اقترحي حلولا لحل مشكلة التنوع العرقي. ما النتائج المترتبة على الازدحام المروري؟ عنوان درسنا اليوم: نماذج لمشكلات الحضر في العالم، مدينة نيويورك. أهداف الدرس: أن تكون الطالبة قادرة على أن تعدد مشكلات مدينة نيويورك. 2- تفسر أسباب ظهور مشكلة البطالة في مدينة نيويورك. 3- أن توضح أسباب مشكلة التلوث في مدينة نيويورك. 4- أن تستنتج النتائج المترتبة على التنوع العرقي في مدينة نيويورك. عزيزتي الطالبة، من خلال الصور التي أمامك تستطيع أن تعددي مشكلات مدينة نيويورك، وهي: 1- الإسكان، 2- البطالة، 3- التلوث، 4- التنوع العرقي. نستعرض نماذج لمشكلات الحضر في العالم. مدينة نيويورك: على الرغم من أن مدينة نيويورك هي أكثر مدن العالم تقدمًا، إلا أنها تعاني العديد من المشكلات، وهي: الإسكان، الفقر والبطالة، التلوث، التنوع العرقي. ننتقل إلى التقويم البنائي. عددي مشكلات مدينة نيويورك: الإسكان، البطالة، التلوث، التنوع العرقي. عزيزتي الطالبة، من دلالة هذه الصور: الإسكان. ما أسباب حدوث مشكلة الإسكان في مدينة نيويورك؟ تواجه مدينة نيويورك نقصاً حاداً في الوحدات السكنية، وارتفاعاً في أسعار الإيجارات، حيث تنفق الطبقة المتوسطة والفقيرة نسبة كبيرة جدا من دخلها الشهري، تصل لأكثر من 30% على الإيجار، ويعيش أكثر من 60,000 نسمة في ملاجئ المشردين. يبقى إذن مشكلة الإسكان، وأن تواجه مدينة نيويورك نقصا حاد في الوحدات السكنية، أيضا ارتفاع أسعار الإيجارات والنتائج المترتبة عليها، أن الطبقة المتوسطة والفقيرة تنفق نسبة كبيرة من دخلها الشهري على الإيجارات، يعيش أكثر من 60% نسمة في ملاجئ المشردين. هيا بنا ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تفسري أسباب ظهور مشكلة البطالة في مدينة نيويورك. الفقر والبطالة: طبقاً لتقرير حكومة مدينة نيويورك عام 2017، لاحظنا أن ما يعيش ما يقرب من 19% من سكان نيويورك في حالة فقر، و43% من السكان قريب من مستوى الفقر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في نيويورك مقارنة بالمدن الأمريكية الأخرى. رغم أن توفر مدينة نيويورك وظائف وفرص عمل لسكانها، إلا أن تزايد أعداد المهاجرين للمدينة خلق أزمة بطالة كبيرة، وشهدت المدينة ارتفاعًا ملحوظ في معدلات البطالة. وعلى الرغم من انخفاض تلك المعدلات بشكل ملحوظ خلال الأعوام التالية، إلا أنها ما زالت تفوق مثالياتها في الولايات المتحدة. وتشير تقديرات مكتب إحصائيات العمل بمدينة نيويورك أن هناك أكثر من 170,000 شخص من الفئة العمرية ما بين 16 ل 24 متعطلين عن العمل. يبقى إذن نلاحظ أن الفقر والبطالة: يعيش ما يقرب من 19% من سكان مدينة نيويورك في حالة فقر، يعيش ما يقرب من 43% من سكان مدينة نيويورك قريبة من مستوى الفقر. لماذا؟ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة نيويورك. وبما تفسري على الرغم مما توفره مدينة نيويورك من وجود وظائف وفرص، إلا أنها تعاني من مشكلة البطالة بسبب إن زيادة نسبة المهاجرين إلى المدينة.
قومي بتحليل الرسم البياني الذي يوجد في كتابة صفحة 77، وهو نلاحظ فيه انخفاض معدلات أزمة البطالة، ولكن ما زالت تفوق الولايات المتحدة بوجه عام. تشير تقديرات مكتب إحصائيات العمل إن 170,000 شاب ما بين في الأعمار ما بين 16 ل 24 عاطلين عن العمل. ننتقل إلى التقويم البنائي، وهو ما النتائج المترتبة على ارتفاع أعداد المهاجرين لمدينة نيويورك. الهدف الثالث، توضيح أسباب مشكلة التلوث في مدينة نيويورك. التلوث، طالبات مدينة نيويورك من خلال هذه الصور نلاحظ أنها تعاني من تلوث الهواء بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة في المناطق الصناعية والمنشآت وحركة المرور الزائدة، يبقى بسبب الدخان أو انبعاث الأدخنة من المصانع، أيضا من الغازات الدافئة والملوثة من المناطق الصناعية والمنشآت والمنازل وحركة المرور، وينبعث من المباني وحدها حوالي 67% من انبعاثات تغير المناخ في مدينة نيويورك، وهذا يمثل أكثر من نصف الانبعاثات اللي بتلوث البيئة. مشكلة التلوث، ما أسباب مشكلة التلوث في مدينة نيويورك؟ 1- انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة في المناطق الصناعية، أيضا عوادم حركات المرور، وأخيرا انبعاثات المنازل يعمل على تغيير المناخ في مدينة نيويورك ويمثل أكثر من نصف الانبعاثات اللي بتلوث البيئة. يبقى إذا أسباب التلوث، تلوث الناتج عن المناطق الصناعية، عوادم السيارات، انبعاثات المنازل من حيث تمثل 76% من انبعاثات تغير المناخ. هذه هي أسباب مشكلة التلوث، تلوث ناتج عن مناطق صناعية، عوادم سيارات، انبعاثات المنازل، وتمثل نسبة 76% من انبعاثات تغير المناخ. ننتقل للتقويم البنائي، عددي أسباب مشكلة التلوث في مدينة نيويورك. الهدف الرابع والأخير، أن تستنتج النتائج المترتبة على التنوع العرقي في مدينة نيويورك. مشكلة التنوع العرقي، ما المقصود بالتنوع العرقي؟ سبق أن درسناه، هو اختلاف في لون البشرة والثقافات والعادات والتقاليد داخل دولة ما. لاحظ مشكلة التنوع العرقي أن مدينة نيويورك تعتبر من واحدة من أكثر المدن الأمريكية من حيث التنوع العرقي والثقافي، ويمثل السكان البيض حوالي 32% من سكان الفقر، وتمثل الأجناس الأخرى من المهاجرين من الجنسيات وأعراق مختلفة النسبة المتبقية. هذا الاختلاف في السكان أدى إلى اختلاف العادات والتقاليد وعدم تجانس الفكر بينهما، وتظهر هذه المشكلات الواضحة في حالة التفرقة العنصرية بين السكان على أساس الموطن أو الدين أو اللغة. يبقى إذا حوالي 32% يؤدي إلى اختلاف السكان في العادات والتقاليد، عدم التجانس الفكري بينهما. مشكلة التنوع العرقي، يمثل السكان البيض نسبة 32% من السكان، تمثل الأجناس الأخرى النسبة المتبقية. يؤدي الاختلاف السكان في العادات والتقاليد، عدم التجانس الفكري بينهما. تظهر المشكلات في حالة التفرقة العنصرية بين السكان على أساس الموطن والدين واللغة. ننتقل إلى التقويم البنائي، ما النتائج المترتبة على التنوع العرقي في مدينة نيويورك؟ طالباتي، انتهى درسنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.